يكون بفيديو جديد. أنا عايزة أعمل تيكا كباب، عايزة أعمله بالزهور بتاع الفراخ. يلا خلينا نبدأ. زي ما شايفين هنا عندي كيلو بتاع زهور بتاع الفراخ ربحتها جاهزة، قلت عشان ما أخذ من زمانكم كتير. يلا هندهن. عندي ثوم وجنزبيل. يلا نبدأ. يلا هنا الجنزبيل، الثوم، نص معلقة فلفل أسود، عصير ليمون، أنا خبيته كويس. يلا زي ما شايفين خلاص كده. يلا هندخلها الثلاجة نص ساعة ونرجع لها تاني. يلا هنجهز التتبيلة بتاعتنا. كوب 3 معالق كوبات زبادي، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كركم، معلقة ملح، شمال، فلفل حار على حسب الرغبة، كبيرة بابريكا، زيت على حسب الكمية بتاعتك بتاعت الفراخ أو اللحمة الموجودة عندي. يلا نبدأ. يلا نبدأ نخلطه كلهم مع بعض. يلا خلاص التتبيلة بتاعتنا جاهزة. يلا زي ما شايفين خلاص الفراخ بتاعنا حطيناه في الثلاجة. خلاص الفراخ طلعناه من الثلاجة ودي التتبيلة بتاعتنا، نبدأ نتبل بيه. نخلط الفراخ كويس. يلا كده خلاص تبلت كويس. يلا نبدأ على التجهيزات على الفرن. يلا هنا عندي العصب تحت الشواء، قبل ما تبدي لازم تحطيها في المويه ساعة كاملة، تنقعيها في الموية وبعد ذلك تجي تستخدميها. في ناس بتستخدمها على طول، لكن أنا بنقعها في الموية ساعة كاملة وبعد ذلك بشتغلها. حسي كده خلاص كده طلعتها من الموية وحابدأ أشتغل بها طوالي. يلا نبدأ. يلا زي ما شايفين يلا خلاص خلصنا. يلا على الفرن درجة الحرارة 180 درجة و40 دقيقة هنخليهم في الفرن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتعملوا لايك وتعملوا شير. يلا على الفرن زي ما شايفين خديته على النار درجة الحرارة 180 درجة وخديته 40 دقيقة، هنخليه 40 دقيقة. ويلا في فترة الانتظار يلا نشرب كوباية بتاعت شاي. يلا زي ما شايفين هنعمل له شوية بتاع الزيت. خمسة دقايق كده. زي ما شايفين خلاص وصلنا للخطوات النهائية كده خلاص
جاهز. الزيتون في ناس تستخدم الزيتون براه بدون جبنة. اشتريت الزيتون ده يلا زي ما شايفين ان شاء الله ينال اعجابكم. يلا بالهنا على قلبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وما تنسوا تفعلوا الجرس وما تنسوا تعملوا لايك. لو لأول مرة زوروا أم غفران ما تنسوا الاشتراك في القناة لأنه دعمكم يخليني أنا أستمر كثير أقدم لكم كل مرة حاجة جديدة. وبقول للمشتركين الجدد ألف مرحب بكم في القناة.